يا هبه شلونهم وشلون صحتكم؟ يوم جديد وفيديو جديد، لا تنسونا من اللايك، كل ما مشترك بالقناة يشترك. واخيرا جبت لكم الخانات. هسه تقول شنو هاي؟ هم خانات عمي، خانات على قد الحال وما بيها شيء. هو شنو جايين احنا نبزر بيها؟ وكل شيء ما بيها شنو. هسه هاي مثلا مشروع عملنا، ندق لها بسامير، يعني شكو بيها. حطوا لنا لايكات، ما مشترك بالقناة يشترك. كان مقطع 2000 لايك، وهاي الغربة جاي تطاير، هذا غريب. وين الله ينزل؟ ما اكل غربة، اسلم من عليه ويرحن. ما شاء الله، اكو واحد هذا شوفوه هذاك على البيتونة نزلته. حلو، يعني كلش نزلته وحط على جيراننا شي طابقين. وهذا ان الخانات يراد لهن تعديل وترتيب حلو، ونظل نطبق بيهن النوب. هسه هذا جبتهن من عندي، من هو هذا شوفوهن هذني. هم هاي رضا يطينا، هم صعدنا نزلنا الخانات، قلت له ولك جيبهن، شنو ما اعطيني اياهن. هاي وبعد شنو هذا مالات الماي، وهاي السوالف. شوف الضروق البيهن خرب هو، والهاي الراد لهن تنظيف كون كارثه. ان شاء الله ان شاء الله ننظفهن. وهاي سيم جبت لهن، راح ادق لهن سيم. شلح هذا السيم البيهن وندق لهن سيم، واذا نتور اثنين جاي طيرن. هذا السيم كله راح اشلعه، دق لهن سيم ناعم شلعه ونرجع. خل اشلعه وارجع لكم. شوف حظي انا عبالي الاحمر غريب وتايه يفتر بالمنطقة، طلع الاحمر ياهو. مالي هذين اللي في حلة جبتهن، الاحمر وهذاك الاصفر. هذاك الاصفر شوفوا وين حاط، على المدرسة. والاحمر مالي، الاحمر حط هنا وهسه تباوعت له، ما هو هنا حط على البيت طابقين، باوعت له هسه ما هو. هسه هذاك الاصفر شال احمر، اقول انا كل ساعة اريد احط. اليوم الصبح ما صعدت على فتن، جيت من المحل قبل نمت، ضلت ميتات من الجوع وطافرات. هسه هذا الاصفر هذاك هسه راح يجي، شوفوا يريد يطير. بلكة الله، حرامات والله داير حن. هذا الاحمر هم ما ادري وينه، ما ادري وين حط، بس هو جاي يفتر هنا. انا عبغالي غريب، صار ساعة ناولي ولا يرضى يحط علي، ما ادري ايش بيه. جوعانات جوعانات، انه ميتات من الجوع. يلا خليه يقطع، بلكة الله يرد. خلى احاول انزله. عن الخانات بعد ما راح اجيسهن، لان من صعدناهن تعبت بيهن كلش، يعني حتى ايدي ظلن يوجعني، انا درجنا دائري حلو وهن كبار، وبس اثنين احنا صعدناهن انا وابو ستوته، وقوه صعدناهن، وقوه صعدناهن يعني على النص. ووقف ابو ستوته قال ذن ما يصعدن، يعني كلش صعدناهن يعني صدق بقوه حلو. وهسه الشكري كان حاط على المدرسة، حط على بيت عمي. هذا انتهينا من عنده، هسه يكضونه ما يطير، بلكة الله يكضونه ما يطير من عندهم. والاحمر بعدني لسه ما طايح بيه، بس يمكن هم رد على بيت عمي، لان اول شيء مش شرد من عندهم شفت انا، بس عبالي غريب وانا وطار من عندهم. حلو، فعندك هالزوج كلش يريد يبيض، وهذا ابو احمد من فرد نثيته الزواج. هاي عبالنا احنا كنا سميم حسين، عبالنا فحط طلعت نثيه. حلو، ان شاء الله هم خلي ارتب اليوم، ما راح اجي سندني خانات شوفوهن. بس خلي اراويكم الخانات ايش كبرهن، يعني كبر مالتهن. شوف الخانه ايش كبرها، كل كبيره هاي. تو احنا جايين صعب الدرج، طق هذا الباب، طق الباب. خلي اراويكم خانه بس ثوان. شوفوا هسه مثل هاي الخانه، شوفوا ايش كبرها، ايش كبر كلهن، كلش كبيره، مساحه كبيره، يعني يمكن تطبق اثنين مخاناتنا. ايش بي جاي غوش، تطبق اثنين مخاناتنا خانة الوحدة. شوفوها، يعني هذا عرضها ومناني لهنا، كلش كبيرة. باكر ان شاء الله خلينا ننظفهن وارتبهن. المخلف مال الورخوتي خليته هنا، خليت له ماي، خليت له اكل، خلي شوي نشنش حلو وياكل له شوي ويشرب ماي. والنوب هذا يبه نعناع الطيور، خليه بالسطح مهدود. حلو، بعد شنو عندنا؟ البدرنقي والاحمر طلعتهن،
خلي ولا ما يزوجن شو اسوي لهن؟ ما يرضين يزوجن. وياها اها بس طلعتها ينفحلها انفحلها تو وخر عنها هم كلش ويا فحلها راحت. هاي شوفوها هاي بس طلعتها راحت ينفحلها. هسه انا ايش راح اسوي؟ ان شاء الله اليوم ما اقدر بعد جتنا هاي الخانات اليوم بغشر احل من الشغل بالوحده ونص انظف الخانات من نار 3 إلى 4 اكمل تنظيف الخانات اكمل برج الحمر اكمل برج الحمر افرد الحمر اللي بحله بخانه والنثايه بخانه على مود بس اطبقهن بسعي الزوجين. بس خلي رد اللي هذني هسه واحد حاطه لبيت عمي والاحمر الثاني ما ادري بيوين هم خير رد اللي حلو واطبقهن. طيور هم علفتهن من مساء عالف هنا شوفون نص طابات اليوم هم اريد اطيرهن صار لي وين ما نطيرهن على مود ذن الجدد لان الجدد ثبتن علينا هنطيرهن اليوم بس مو هسه طير لانها هسه حاره هنطلعهن. عندكم هاي الحمراء نايمة على بيضها شوفوا هاي نايمة على بيضها بيضة واحدة الثانية انكسرت هاي لسه ما شلتها هاي واحدة شوفوا ان المخاليف ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد مخاليف والله نشوفهن صبغتهن صل على محمد والله ما ادري انا ما والله شوفوهن كتبوا لنا بالتعاليق شو طلعان والله راسه اسود يمكن حمر حمر والسود يمكن الله اللي يعلم بعد اي شيء اللهم صل على محمد امهاتهن هم خوز زقاتهن وكبار الحمد لله والشكر بس يمكن حمر روس والله ما ادري شلون راح يطلعان روس سود بعدهن جسمهن ابيض بس روس سود هذا بس هذا مخلف واحد ثاني ما شفته عدل حلو يلا خلينا ندبلهن شوف ما شاء الله هذا حتى ما يعرف يسوي لمسة يد الغسل هلو ما يعرف الغسل خلي شوف صار قد من الزوجات ما يبيضين ما يعرف الاخ سوي ها هذا اني هم مطبقهن بخانه بس اسمه بس انظف الخانات هذا واحد وهذا كان الفحل مالها هذن بخانة تزريق ازرق جواحن بس بيضا وهذن هم اطبقهن ما تزريق ازرق جواحن وهذن هسه ما شاء الله بنات الحمر هذا الارف هذا الابيض شو اسمه النورسي خوش كبران خلينا نشوف شو ذبن ذبن حلوة ذبن ما ذبن هم خليهم ما تزريق بس انا اريد ان هسه ذني بيضا ازرق جواحن مالات الارخوتي بس هنا كلش راح بيضات هاي النثية وهذاك الفحل بيضات كلش كابات هاي الحلة جوا كابات هاي الحلة جوا مال اللوت هاي الحلة جوا مال اللوت كاباتي اللوت الفحل راح والنثية وين هي النثية توني لا تقولي لي رايحة توني شفتها وين هي يمكن حاطة فوق ها ها هاي قدامي هاي النثية هاي النثية والفحل مالها راح ارده راجع الراعي اللي اشتريته مني هو هنا بيتهم يمني اردنا وذن الطيور الحمر ان شاء الله افردهن وهذا الفحل الزاجة يشوف لنا فيه وهم نزرق جوان نقضيه تزريق يلا اقطع ها ستلايت عدي زوج هذني واحد اثنين ستلايت هم مطبقين الصفر الرصاصيات قزي هاي النثية وهذا الفحل نطبقهن ويمكن راح اطبق هذني لارخوتي هذني العنابر هو واخته كبار كلش بس بعده ما يقر جوز راح اطبقهن بعد هو يمكن الطيور كلن طبق راح يصيرن خليه هيك يمكن 3 أو 4 يطيرن بس الحمر البقية كلها طبق بس الحمر راح يبقى واللوت وكم طير البقية كلها طبق راح لا اطبقهن شي تزريق وشي طلع من الارخوتة وهذه والعنابر ونزرق جواهن الو
يلا اقطع وارد وياكم. طيب لهنا ونوصل وياكم لنهاية الفيديو ان شاء الله. الخانات هسه انا تعبان اذا طب اصبح حلو ان شاء الله. الخانات باكر انظفهن وارتبهن وطبقات جديدة. لا تنسونا من اللايك، اشتركوا بالقناة حتى باكر يشوفون الطبقات. حلو، حطونا لايك لهذا الفيديو ونشوفكم فيديو ثاني وقد باي.